كافيين معكم وما بدي اخذ كثير من وقت الشيف. خلينا نشوف طبخات برشه ملح. احبائي صباح الخير، وصباح الخير كمان يا رولا، صباح الخير كمان للجميع. اليوم معنا بس 9 دقائق هلا سريعين، وقبل بدنا نقول شغله انا وياك، بدنا نعيد العالم اكيد. اوكي، نعيد الاضحى المبارك اليوم الليل، بكره كمان العالم كلها معطله، الاربع كلها معطله، واليوم المدارس الرسميه كمان كانوا معطلين بمناسبه كمان العيد. وينعاد عليكم بالصحه والعافيه، وتضلوا مع اهلكم ومع رفقاتكم، ومحافظين كمان على الوطن الحبيب اللي دائما بنفكر انه نغادره. بس الحقيقه عن جد كل ما بتغادري هذا الوطن بتقولي أكتر. او مثلا بس كنت بسافر 10 سنين او 15 سنه كنت برا، عن جد هلا عم بحكي، مش لانه توفى وديع الصافي، بس تسمعي اغنيه وديع الصافي او فيروز بيدمع عيونك اكيد. وقبل اذا ما سمعتيهم عادي بتلفن بي، بتلفن امي، بتلفن اختي، ما حدا بيرد عليهم، عم تفهم علي؟ بس تسمعي هالاغاني يلي بتربطك بالبلد بتقولي لازم انا ارجع. صح، شو اكثر اغنيه بتحبها؟ لك في كتير اغاني اوكي، بس لما عمل كمان لبنانية قطعت سما كانت شغله كمان كتير حلوه، وهلا كمان عم تشوفي وعم تتردد دائما. فاليوم هو بيقول لبنان قطعت سما، وبعتقد هو ضل على الارض، لانه الانسان اليوم بس يموت لوين بيروح؟ على السما. واذا كان لبنان هو السما فيعرفي كيف، يعني بعده موجود على الارض وديع السما. اوكي طيب، انتقل هلا شوي صغير عندنا هيك بسرعه. انا فضلت اني اعمل هيدي الشوربه اللي هي الشوربه من المغرب، اللي هي الشوربه المغربيه كثير هينه اوكي، بس عندها شويه مراحل. المرحله الاولى بدنا نسلق كمان الدجاج بطريقه كمان حلوه، سلقتهم انا مع ورق الغار، مع الهيل، مع كمان الخولنجان اذا بدنا، مع الزنجبيل، مع ورق البصل، مع البقدونس، مع الملح والبهار. طلع عندنا الدجاج، فصفصنا الدجاج، طلعنا بس اللحمه، وصار عندنا اللحمه وعندنا البويون او هالمرقه بعدها موجوده. جينا لهون حطينا توم، حطينا بصل. من بعد ما حطيت انا الثوم وبصل بقلب كمان الطنجره مع زيت الزيتون، بنتقل هلا بحط القطع الدجاج اللي انا فصفصتهم اوكي. وبس نسمع نحن المغرب دغري بنفكر بالكسكس مزبوط، او هالنوع بنفكر مرات هالنوع من البرغل اوكي الحلو. طيبه كمان عندك اوكي. طلعي هلا هون شو عم بيصير، عندنا الدجاج، عندنا كمان كلهم صار مع بعضهم. بنتقل من بعد الدجاج والبصل والثوم وزيت الزيتون للحمص. سوري ما قدرت مضاين انه مضطر اسقطك. اوكي، طلعوا هون كمان الحمصات الحلوين بهالطريقه، اللي هن حمصات مسلوقين. صار عندي لكن بصل، ثوم، الحمص، الدجاج، وهيدي كمان هيدي الشوربه بالمغرب. وهلا كمان اهالي المغرب عم يسمعوني بيعملوها كثير كمان على الاعياد، لانه بيعتبروها انه من الشوربات الثمينه، من الشوربات اللي عندها اهميه بالمطبخ المغربي. اوكي بسرعه كمان هون هيك، لكن صار عندي الحمص والدجاج والبصل والثوم وزيت الزيتون. هلا شو بعمل؟ بنتقل تضيف من المرقة اللي عندي، هذه المرقة اللي هون، لأن هي اللي بدنا نعمل فيها الشوربة والطعمات كلهم بقلبها. من بعد ما أضيف أنا المرقة، والمرقة بتكون عم تغلي، طيب إذا كانت هلا المرقة يا شادي هي باردة فينا نزيدها؟ أكيد فينا نزيدها، نحن هون مش عم نعمل رز، أوكي؟ بس بطريقة كمان إنه نعجل بهذا الموضوع. صار عندنا لكن هيدي الشوربه اللي قريبه كثير للشوربه اللي بنعملها بلبنان مع الدجاج، وبنزيد لها شعيريه، مزبوط الكلام؟ ونحط نحن بكثير من البيوت بلبنان، ويمكن كمان امك نفس الموضوع، صحتين مع قلبك. فشو بيعملوا؟ بيجوا بيحطوا من الجزر والبطاطا اوكي وخضره مع بصل وثوم، وبعدين بيزيدوا لهم المي والدجاج مفصفص بقلبها، او الدجاج بيعدمه، وبالاخر قبل ما يقدموا الشوربه واكيد فيها بطاطا بيكون بقلبها، بيحطوا فيها شعيريه بقلبها. طيب بتعملوها عندكم بالبيت؟ مزبوط. اوكي طيب، انا هلا هون عم بشتغل بنفس الموضوع. تطلعي هلا هون، هلا بتغلي عندي بعد قد ايه؟ بعد ثواني. بس تغلي عندي بعد ثواني بتاخذ معي دقيقتين. وشو بحط؟ رب البندوره، رب البندوره وشويه حار. وبدنا نحط اهم شيء هالكسكس اللي نحن عنا. أوكي. انا عندي الكسكس مويان اوكي، في كمان يكون الكسكس الحبه اللي كمان اللي كثير 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 صغيره، فينا كمان نستعملها يعني هيك مغربيه نحط فيها كسكس بهالطريقه الحلوه. اوكي هلا كمان عم نشوف كمان الوصفه كمان على الهواء، وتطلعي هلا بلشت كمان عندي اياها تغلي، لانه المراه كانت عم تغلي. بنروح على رب البندوره او معجون طماطم بهالطريقه، ما منكتر. اوكي وبنروح على رب الحر، انشا ملعقه صغيره، ملعقه صغيره ورب الحر اللي هو الحر المكبوس، انا هودي انا عاملهم هون مزبوط. اوكي طلع كيف مشان نحرحرها شوي، لانه بتكون نتفه صغيره حره، واذا عندنا اطفال فينا ما نعملها حره. يعني صارت عندنا شوربه مغربيه بس من دون حر. وين المشكله؟ ما عندنا اي مشكله. وين رحنا هون؟ يلا وطلعوا هلا شو صار، حركنا
كله سوا مع بعضه، استعملنا كمان مية الدجاج، وممكن تكون الشوربة كمان المغربية بالشقف اللحمي مش بالدجاج، أو بالسمك مش بالدجاج، يعني دائما نحن هون كمان. محل الكسكس فينا نحط شيء ثاني؟ ممكن هلا أنا هون طلقتي، فيك تحطي أي نوع من الباستا، أي نوع من النودلز بقلبها، شقف صغير بالباستا. قريبة عن اللي عملتها من يومين 100%. أوكي طيبة. أنا هلا رح أعمله، رح أجي قبل ما أجي أسكبها ومنعد كمان، ها منعد لحوالي ملعقتين ثلاثة بس، نحن هالكسكس يكون موجود بقلبها. أنا حطيت هون 5 ملاعق بقلبك، وفيكم تحطوا أقل وفيكم تحطوا أكثر، بنحرك وبعتقد أنا دقيقتين صارت الشوربة جاهزة. هلا إذا أنتم عندكم وقت أكثر، إذا عندكم وقت أكثر لازم تغلي مع بعضها 20 دقيقة قبل إضافة الكسكس. أوكي أوكي ماشي، رح أنتقل. هيدي هي شاف؟ هيدي هي وصفتنا الحلوة. أوكي هلا بشغلي بدي برجع أحكي عنها. لا أوكي عم تغلي بتعقد بتجنن. أبدا أبدا. هون بنرجع هلا بنذكر لك كل الامهات اللي بيحبوا هيك يبعثوا مع اولادهم اشياء على المدرسه، هذا الكيك كثير طيب، اذا بتشم ريحته اكلتي كمان انت منه قبل بشوي صغيره، طلعوا كمان بس نقطعوا بهالطريقه هيك الحلوه، اوكي كيف كان وهيك بيصير، هذا عملته امبارح وتركته بالبراد للعجينه بقلب الصينيه لليوم، يعني امبارح طبخت وحده وهلا كمان طبخناها من جديد وحطيتها بالفرن بطريقه كمان كثير حلوه. أوكي. هي عباره عن 5 بيضات الصفار لوحده والبياض لوحده، البياض بنعمله مونتي اناجي اللي بنخفقه لوحده تيصير ابيض مثل التلج، الصفار بنزيد له كوب واحد من السكر بقلبه بنحرك مزبوط، وبنضيف له ربع كوب هالقد من المي السخنه بقلبه. اوكي يعني عندنا البيض الصفار مع السكر مخفوقين، ضفنا المي صاروا ليكيد، هالليكيد هيدا اللي صار انا عندي لونه اصفر من صفار البيض، وبضيف له 2 كوب من الطحين. برجع بعيد، 5 صفار كوب من السكر مخفوقين، بنحط ربع كوب من المي السخنه بقلبهم، بعدين بنضيف عليهم 2 كوب من الطحين، بنخفقهم هيك مع بعضهم بيصيروا جامدين، بنضيف لهم البياض وبنحرك، بعدين شو بنعمل؟ البياض كله بنضيف لهم اياه بنحرك على مهلنا، بنضيف لهم ملعقتين صغار من البيكنج باودر بقلبهم طيعتوا الرز وكمشي هيك صغيره، يعني حوالي ملعقه ونص كبار من الفستق الحلبي المبروش الناعم مثل البودره يا مين، وبعدين دغري بنحطهم بقلب القسطنيه وليكوا كمان هالنتيجه الحلوه. ما بياخذوا كثير ابدا. ليكوا شو رح اعمل؟ من بعد ما اقطعهم هيك بدنا نعمل هيدي الحركه اللي انا عملتها قبل بشوي، بنروح على الشوكولا، طلعي هيدي الحركه هون، وبنغطهم من بعد ما نحطهم بالشوكولا، بنغطهم باي شيء بدنا اياه مثل الفستق الحلبي مثل كمان جوز الهند او غيره، وتطلعي كمان النتيجه. تمام اوكي؟ هلا بنشيل هون هيك، وانا عندي هلا بسرعه بيخلص وقت فائقه تايم اوت، انا هلا هون بس بدي اسكب الشوربه وبقول لكم ينعاد على الجميع بالصحه ينعاد على الجميع اكيد. عيد مبارك ان شاء الله على الكل، ان شاء الله يكون عيد محبه وسلام، وكمان بنفس الوقت يعني بدي كمان اعزي الكل بوفاه الراحل الكبير وديع الصافي، واليوم رح يكون يشيع بلبنان من الساعة 3 عزائي للكل، لكل محبي بلبنان وخارج لبنان كمان وعائلته الكبيرة والصغيرة. أنا بشوفكم نهار الجمعة، ينعاد على الجميع، باي. وديان موردها غني وجبال عصيت عالدني، ومروج خضرا ملوني، ومروج خضرا ملوني، لوحات ملياني صور جنات عمد النظر.